دخلنا في مرحلة الأخيرة لاستكمال بناء المؤسسات بعد الانتخابات الرئاسية، بعد انتخاب الدستور، بعد انتخاب المجلس الشعبي الوطني، جات الدور المجالس المحلية البلدية والولاية اللي عندها كل أهمية. ونعتبر أن الانتخابات المحلية لها أهمية قصوى. لازم نكونوا واعيين، أولا نحافظوا على الوحدة الوطنية، نتحاور، نتناقش، نتنازل في بعض الأحيان في مشاكل الداخلية نتاعنا والمفهوم الممارسة، ولكن الوحدة الوطنية مقدسة.